أعزائي المشاهدين، ولضيق وقت البرنامج وطول فترة الحوار اضطرينا نحذف بعض الفقرات ونضمها في حلقة خاصة. وعلى فكرة الفقرات اللي هنشوفها النهاردة لا تقل أهمية أو سخونة عن اللي أذيع من قبل، وتعالوا نتابع هذه الحلقة من حوار صريح جدا. حوار صريح جدا جدا. كم رجل في حياتك؟ أربعة. في أولاد؟ عندي ولد. بتشوفيه كل قد إيه؟ يعني كل ست شهور كده. انتوا صحاب؟ في علاقه ما بينكم؟ يعني هو صديقي. يعني انا صديقته اكتر ما احنا في علاقتنا ام وابنها. احنا اصدقاء قوي قوي قوي، يعني ممكن يحكي لي عن كل مشاكله الخاصه، وانا عاده يعني بقدر الامكان بقول له على مشاكلي حتى حياتي الخاصه. يعني كان موقفه ايه من جوازاتك؟ طبعا هو كابن يعني بيغير على امه اكيد. يعني هل بتاخدي برايه؟ طبعا طبعا في حاجات كتيره قوي، وانا فعلا حصل قبل كده، وانه انا كنت على وشك ان انا هتجوز، لكن حسيت ان هما الاثنين مش متفقين مع بعض، فرفضتي عشان ابني؟ فرفضت عشان ابني. ناقصك ايه؟ اقدر اقول الحاجه الوحيده ابني بيوحشني. ضحكتك اقرب ولا دمعتك؟ ضحكتي قدام الناس ودمعتي لما بكون لوحدي. ده نوع من الكبرياء؟ احبش اعيط قدام حد. ما بتحبيش تبين انك ضعيفه قدام حد؟ ما بحبش ابين، يعني ابين ان انا ضعيفه، وما بحبش حد يشوف دمعتي، بحس انها غاليه قوي. امال ليه قلتيها صراحه؟ اسوأ ميزه في دموعي انها قريبه. قريبه لما بكون لوحدي. انا ممكن كل يوم اعيط في البيت، لكن ما بعيطش قدام الناس. هل ده لانك بتتاثري بسرعه ولا مشحونه من جواكي؟ لا، بتاثر بسرعه جامد جدا، يعني عارفه اي حاجه ممكن تضايقني فعلا. ما دام ايمان انت سعيده في حياتك دلوقتي؟ امال من زمان؟ كابتن جوهري، ايه اللي نفسك النهارده تقوله لكل جمهورك وبصراحه مطلقه؟ اولا دي اول يعني ظهور ليا، يعني بعد ما الواحد حاسس ان هو يعني ممكن يظهر، يعني وبعد مرور وقت طويل قوي. انا بقول للجمهور ما تصدقوش حد يعتم على الكره المصريه، واللي بيعتم على الكره المصريه عنده دايما بيبقى عنده صفه الانانيه، انما صدقوا كويس قوي في ثقتكم لازم تكون كبيره جدا في كل فرد مصري، سواء على مستوى الاداره او التدريب او اللاعبين، وثقه مطلقه جدا. وعمليه الاظلام اللي موجوده ديت مقصود منها تعتيم على الرياضه المصريه وعلى كره القدم المصريه. عشان كده رحت الاسماعيليه؟ انا قعدت فتره طويله جدا جدا. كنت متأزم نفسيا؟ مش متأزم، حزين. حزين حزين على اللي حصل ولا اللي بيحصل؟ لا، حزين من كله، حزين على اللي حصل، وحزين من نفسي برضو، بلوم نفسي في حاجات، حزين للظروف الوحشه، حزين جدا لجمهور بلدي اللي حط ثقه كبيره جدا فينا، حزين جدا ان المرحله دي تنتهي كده. وبعدين فوق الحزن ده شويه قرف بقى. قرف من مين؟ لا، قرف من كل الحاجه. نفسيا؟ لا يعني يعني كنت احب ان الامور تتناول بطريقه احسن من كده. الكلام ده مرسل لمين؟ مرسل لمين؟ انا مش عارف. الفرح حاله والجرح حاله، دي دنيا رحاله، دواره هي حلوه ورضيه وست ومئة حاله. كابتن جوهري، حضرتك دلوقتي ناوي على ايه؟ انا يعني الحمد لله دلوقتي احسن كتير جدا، وكنت اتمنى قوي لو كنت في حاله كويسه ان اعاون بعض الانديه اللي طلبت الاستعانه بيا في ظروف كانت صعبه. في عروض جديده؟ هي في عروض جديده، بس انا ليا يعني امنيه ان انا احقق عرض في احدى الدول الغربيه. دي امنيتي وهسعى ليها ان شاء الله. الحرب غيرت فيك ايه؟ الطفل او المراهق تحول الى كهل. مصر مستعدة لحرب؟